انا عمرو شهيد، انا شغال في مجال السبلاي تشين. مجال السبلاي تشين ده انا بقالي فيه تقريبا 14 سنه شغال في شركه اسمها كوني. دي شركه اجنبيه شغاله في مجال المصاعد. اشتغلت قبل كوني في كذا شركه تانية ملهاش علاقه خالص بمجال المصاعد، ويمكن دي من ضمن الحاجات الكويسه جدا في مجال السبلاي تشين. مجال السبلاي تشين انت مش محكوم بيه ان انت لازم يكون عندك اكسبيرينس ومستوى معين في شركه معينه. وارد جدا انك تتحرك هوريزونتلي في كذا شركه، في كذا مجال، في كذا بزنس موديل. ليه؟ لان انت بتدرس في الاخر ميثودولوجيز، بتدرس في الاخر بروسس، بتطبق البروسس بتاعك وبتطبق الميثودولوجيز اللي انت بتتكلم عليها في ايا كان الاندستري وايا كان البيزنس بتتكلم عليه. ايفن لو انت شغال في مصنع بيطلع او شغال في شركه بتعمل سيرفيس، او شغال في موديل من ضمن الشركات شغاله في البروجكت مانجمنت اصلا. ليتس سي زي الشركه انا شغال فيها، كانت شركه شغاله في مجال البروجكت مانجمنت، وقال ان انا كل الشركات اللي اشتغلت فيها قبل كده كان تقريبا عندهم مصانع، فدي شكل مختلف خالص عندي. مجال السبلاي تشين مجال قماشه عريضه جدا، فيها كذا اداره، كل الادارات بتتكلم على حاجه واحده في الاخر، ازاي نوصل المنتج بتاعنا بطريقه افكتيف للعميل. في سلوجن معروف جدا في مجال السبلاي تشين، من ضمن يعني خلينا نقول نحط تحتيه كذا خط. ايه هو؟ ان انت بتوصل المنتج الصح للعميل الصح في الوقت الصح بالسعر الصح. هنتكلم بالتفصيل عن كل جزء من دول، بس هما مين اللي بيكلموا ازاي انا اقدر اسيرف العميل بتاعي في المكان اللي العميل بتاعي بيبقى موجود فيه بالسعر اللي العميل بتاعي يقدر يدفعه في الوقت اللي العميل بتاعي عايز يشتري فيه المنتج بتاعي. خلينا ناخد مثلا حاجه زي انك بتشتري حاجه ساقعه. ما ينفعش انزلك تشتري حاجه ساقعه في عز ما الدنيا ساقعه جدا، في عز ما الدنيا تلج. حضرتك ازاي هتيجي اعرض عليك ان انت خد اشرب حاجه ساقعه دلوقتي عشان ترويك؟ مش هقدر. في نفس الوقت لو انت في الصيف، في عز الصيف في الحر، وانت ماشي في الشارع وحرقان وتعبان جدا، وحد جه عرض عليك كوبايه هوت شوكليت رغم انها في وقت تاني ممكن تبقى جميله جدا، اشرب دي دلوقتي عشان تروي عطشك، حضرتك هتقوم واخدها ببساطه وتقوم دلقها على راسك. هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ان انت ما تقدرش تقدم المنتج بتاعك غير في الوقت اللي يناسب العميل بتاعك بالشكل اللي يناسب العميل بتاعك، وفي نفس الوقت يكون في المكان اللي العميل بتاعك ينفع يشتريه. يعني انا ما ينفعش اكون بعرض منتجات بتاعتي زي منتجات بيفرجز، حاجات بتتشرب، وفي نفس الوقت انا رايح اعرضها في مكان في مكتبه مثلا، لا ده مش مكانها، لازم اروح اعرض الحاجه اللي تناسب العميل بتاعي في المكان بتاعه. من ضمن الادارات اللي موجوده تحت الامبريلا بتاعه السبلاي تشين، البرودكشن، البلاننج، البروكيورمنت او السورسنج واللوجيستكس والورهاوسنج. طيب كل شركه او كل موديل خلينا اقول الشركه شغاله بيه، سواء شركه او مصنع او ايا كان زي ما اتكلمنا من شويه، بتختار ايه اللي يبقى متغطي تحت الامبريلا بتاعه السبلاي تشين بتاعتها. في شركات ممكن تختار ان البرودكشن يبقى تحت السبلاي تشين والسيلز يبقى تحت السبلاي تشين. في شركات ما بتفضلش ان يبقى تحت السيلز تحت السبلاي تشين، وتخليها كل حاجه ليها علاقه بتوفير المنتج بس. هنفترض ان احنا نبدا من الانتاج، يبقى الانتاج، بعد الانتاج بنتكلم على الورهاوسنج، وقبل الورهاوسنج وقبل الانتاج يكون في لوجيستكس عشان انقل الخامات بتاعتي، ويكون في بروكيورمنت عشان يعرف يشتري الخامات دي. زي ما قلت لكم في مودلز ثانيه بتقوم مدخله السيلز تحتيها. ازوف ان من ضمن الحاجات اللي انا بوصلها للعميل بتاعي الشكل اللي بوصله للعميل ده لازم يكون تحت الامبريلا بتاعه السبلاي تشين. اللي عايزين نقوله باختصار ان شكل السبلاي تشين فيري فليكسيبل، القماشه عريضه زي ما قلنا من شويه، فيها ادارات مختلفه حسب الموديل اللي بنتكلم عليه، نقدر نروح من مكان لمكان، من شركه لشركه، ونموذج مختلف من الاندستري. خلينا نقول دي كانت نبذه سريعه عن اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه النهارده. عايزين تعرفوا اكتر، خشوا على كريم 180.